المدربين بتوع صن داونز الكلام من ده بيبقى امر طبيعي. الناس بتحاول تتابع تعرف كل كبير وصغير عن النادي الاهلي يعني. بس احنا عايزين نقول لهم حاجه منهم بالتحديد بيتابعوا قناه الاهلي يعني، خلي بالكم يا جماعه في مفاجات كتير قوي لمستر فايلر في ماتش يوم السبت باذن الله، فعشان تبقوا عاملين حسابكم يعني في مفاجات كتير قوي في الماتش. فان شاء الله خير بالنسبه للنادي الاهلي بما انهم متابعين يعني. ماشي، ده كان فيما يتعلق بالنادي الاهلي واخر استعداداته لمباراه صن داونز. خلينا اقول لحضراتكم النهارده كان حدث مهم جدا، هو المؤتمر الصحفي الخاص بالاتحاد المصري لكره القدم، واللي تم الاعلان فيه عن تطبيق تقنيه الفار بشكل رسمي في مصر اخيرا، بدايه من مباراه اليوم مباراه انبي وطلائع الجيش، وهي مباراه اتقدمت من الاسبوع ال 19 عشان ظروف فريق انبي انه عنده مباراه اخرى مؤجله مع النادي الاهلي بعد ايام قليله، فبالتالي عشان يبقى في اريحيه نسبيا لفريق انبي قبل مباراه الاهلي. ففي كل الاحوال يعني الاهم ان خلاص تم الاعلان عن تطبيق تقنيه الفار من خلال السيد عمرو الجنايني رئيس اللجنه الخماسيه اللي بتدير الاتحاد المصري لكره القدم. واحنا كنا انتقدنا الناس دي كتير جدا في الحقيقه بخصوص تقنيه الفار، ولو تفتكروا حركه اول نادي طلب الموضوع ده هو كان النادي الاهلي الموسم اللي فات، اللي حصل فيه مشاكل كتير جدا وظلم تحكيمي كبير جدا جدا، مش بس النادي الاهلي للمختلف الانديه في الدوري المصري، لان المستويات ما كانتش على المستوى او ما كانتش على ما يرام في الحقيقه بالنسبه لحكام الكره المصريه يعني او الدوري المصري تحديدا. فالاهلي طلب الكلام ده واشتغل على الموضوع ده من زمان، بعد كده اكتر من نادي طلبه. انتقدنا الناس في اتحاد الكره، لكن في الاخر لازم نشيد بيهم بعد تنفيذ التقنيه بشكل كامل في وقت قياسي كبير يعني. الموضوع كان المفروض ياخد وقت اكتر من كده، لكن الاهم التقنيه طبقت بشكل رسمي في مصر في مباراه تجرى في هذه اللحظات ما بين انبي وطلائع الجيش. انا عايز افكر حضراتكم بس بحلقه يوم 12 فبراير، وكنا اكدنا لحضراتكم ان الفار هيطبق من بدايه من الدور الثاني في ظل تكهنات عديده في هذا التوقيت. الناس كلها كانت بتقول ان الفار هيطبق مع نهايه الدور الثاني او من بدايه الموسم الجديد، لان الوقت ضيق وفي ترتيبات كتير جدا لازم تتعمل، لكن كانت المعلومه اللي عندنا وكانت مؤكده في التوقيت ده ان كل الامور اللي تتعلق بتطبيق التقنيه تم الانتهاء منها وكل العقود وقعت بشكل رسمي، بالتالي اكدنا لحضراتكم ان التقنيه هتطبق بدايه من الدور الثاني. نروح نشوف الفيديو ده ونرجع يلا. جزئية مهمة جدا عايز اتكلم فيها مع حضراتكم قبل ما نختم مع الاستاذ لطفي السعان الناقد الرياضي الكبير. الجزئية المهمة بتتعلق بإيه؟ بتتعلق بالكلام اللي أنا اتكلمت فيه مع حضراتكم في بداية الحلقة وتأخر اتحاد الكرة في الإعلان عن تطبيق تقنية الفار بشكل رسمي. المعلومة اللي عندنا من الآخر كده إن امبارح تم توقيع عقود تنفيذ تقنية الفار في مصر بشكل رسمي، يعني اتحاد الكرة لو عايز بكرة ينفذ تقنية الفار هينفذها. يبقى السؤال هنا، ليه اتحاد الكرة ما بيعلنش؟ ليه رئيس لجنة الحكام بيطلع يقول تصريحات اللي هو ايه ادعي لنا وربنا يسهل وما تقطعش؟ ده السؤال هنا، ليه الامور ماشيه في الاتجاه ده رغم ان خلاص الموضوع المفروض بشكل رسمي في 18 حكم اتحاد الكره حصل على الرخصه الخاصه بيهم، ناقص 50 حكم خلال 10 ايام هياخدوا الرخصه، يعني المفروض من بدايه الدور الثاني بشكل رسمي احنا بنقول لحضراتكم وعلى عهده برنامج كلام في الميديا بشكل رسمي المفروض ان الفار يطبق بدايه من الدور الثاني. تاخر اعلان اتحاد الكره عن الجزئيه دي غريب بالنسبه لي، وده اللي خلى الواحد في بدايه الحلقه بينتقد الناس، يعني ليه بتتاخروا في الاعلان؟ ليه بتقول ما تقلقش؟ ليه بتقول ربنا يسهل؟ كل حاجه طبعا تسهيلات المولى عز وجل. ليه بتقول ما تقطعش؟ خلي تصريحاتك صريحه على طول، هات لنا المعلومه من الاخر. المعلومه اللي عندنا بناكد لحضراتكم الفار من الدور الثاني، لو ما تطبقش الفار في الدور الثاني هيبقى اتحاد الكره هو اللي عايز كده، هو اللي مش عايز يطبقه، لكن كل الاجراءات انتهت بشكل رسمي امبارح بشكل رسمي. تعليق حضرتك سريعا يا استاذ لطفي. لا هو ما اعتقدش انه هيطبق كمان من الدور الثاني. تمام. هو ممكن يجربوا الفار في اخر في الاسابيع الاخيره من الدور. متحمس قوي في الفيديو يا امير، متحمس قوي. في كل الاحوال يعني هي التصريحات كانت غريبه في التوقيت ده، الناس كلها بتتكلم او رئيس لجنه الحكام تحديدا قال لك ايه؟ قال لك يعني ان شاء الله ربنا يسهل الفار، يعني ادعوا لنا قولوا يا رب كلام يعني. ما كانش في تصريحات مؤكده او اعلان بشكل مؤكد يعني، لازم الامور دي تبقى موجوده متوفره يعني. الميعاد معروف وخلاص، اطلع اعلن بدل ما يبقى كلام كتير. كنا كل يوم بنتكلم الفار هيطبق ولا مش هيطبق، نسال ضيوفنا يا جماعه الفار هيطبق ولا مش هيطبق،
المعلومه كانت موجوده زي ما قلنا لحضراتكم، لكن في كل الاحوال اتحاد الكره ما كانش بيعلن، وكان في تعتيم كبير جدا على الجزئيه دي. انا مش عارف ايه السبب في الحقيقه، لكن المهم بالنسبه لنا يعني في الاخر ان الفار طبق في مصر بشكل رسمي عشان تبقى تاني دوله افريقيه تطبق تقنيه الفار بعد المغرب تحديدا والدوري المغربي. انا عايز اروح لمداخله مهمه جدا مع الاستاذ محمد مراد الناقد الرياضي الكبير باليوم السابع عشان نتكلم معاه بخصوص المؤتمر الصحفي اللي كان النهارده الظهر تحديدا في مقر الاتحاد المصري لكره القدم بخصوص الاعلان عن تقنيه الفار. عايزين نعرف منه تفاصيل اكتر بخصوص هذا المؤتمر. يا استاذ محمد مساء الخير عليك. مرحب بيك يا كابتن امير، وكالعاده يعني دايما بوقت اقلك ونورنا في قناه النادي الاهلي. تسلم ربنا يخليك يا ابو حميد. عايزين نطمن من خلالك على المؤتمر الصحفي واهم ما حدث في هذا المؤتمر. يعني هو طبعا اهم حاجه في الحدث اللي استطبقت الفار خلاص، يعني ده حدث مهم جدا امير ان انت تطبق الفار في الدوري المصري. حاجه بتزيد من القيمه التسويقيه بتاعتك وانت عندك بطوله منتظمه وبطوله فيها جماهير وبطوله فيها فار، فدي حاجه في الامور التسويقيه بتزيد من قوه الدوري المصري. عندك اكثر من فريق طبعا من الفرق الكبيره جدا في افريقيا وفي العقود مستوى والترتيب وعلى المستوى العربي عندك اكثر من فرقه مميزه. كل الحاجات دي طبعا بتزيد قوه في الدوري المصري، لكن الفار النهارده زي ما انت قلت يا امير ان احنا ثاني دوله افريقيه تطبق الفار بعد المغرب. كنا نتمنى ان احنا نطبقها في اول دوله افريقيه وحاجه ندخل بقى التاريخ وحاجه تحصل في المركز الحالي برئاسه الكابتن عمرو الجنايني ووليد العطار مدير التنفيذي اللي بذل مجهود كبير جدا، ومن بعديه طبعا الناس اللي موجوده في اللجنه الحكوميه الكابتن احمد عبد الله ومحمد صقر وباقي الاعضاء. انت لو هتحسبها على الوقت مثل انت تعتبر اقل دوله تقاد الفار في وقت كويس، يعني المغرب يعني اللي انا المعلومه اللي عندي هم كانوا سابقنا حوالي اربع او خمس شهور في تطبيق الفار وطبقوه قبلنا يعني يوم 14 في الخطوات في الخطوات اللي بتتاخد عشان تطبيق التقنيه يعني في الخطوات يعني هم بادئين قبلنا يعني بحوالي اربع او خمس شهور، فانت انت لحقتهم يعني هم تابعوك في اسبوعين بس في التنفيذ الفعلي للتقنيه. هم بداوا يوم 14/2، انت بدات النهارده 5 مارس، فده وقت كويس جدا. نكون نتمنى طبعا ان احنا تبقى اول دوله افريقيه او اول دوله عربيه الامارات برضه في تابعونا وتابعوا الفار، لكن في الاخر خالص انت عندك حاجه مهمه وان شاء الله الفتره الجايه تتطور. يعني النهارده كان المؤتمر الصحفي كان حاضر فيه الكابتن عمرو الجنايني ووليد العطار المدير التنفيذي والكابتن مسؤول عن ملف الفار والكابتن جمال غندور رئيس مجلس الحكام واعضاء مجلس الاداره الدكتور سحر والكابتن احمد عبد الله، وتم الحديث طبعا عن التقنيه وجت ازاي وموافقه الفيفا اللي وصلت مؤخرا اللي من الايفاب المسؤول عن تطبيق تقنيه الفار في مختلف الدوريات بقى سواء في اوروبا او في امريكا الجنوبيه او في اسيا او في افريقيا. انت طبعا الكابتن منير غندور اتكلم قال لك احنا عندنا حوالي 54 حكم خدوا الرخصه منهم 17 حكم ساحه و19 مساعد و19 حكم مساعد فار، فده رقم كويس. طبعا الملاعب كلها عندك حوالي 15 ملعب تم الموافقه على ان هم يطبقوا تقنيه الفار باستثناء بعض بعض الاستادات منها الجونه واسوان وطنطا بسبب ان يعني في صعوبه في وضع الكاميرات، لكن الفتره الجايه بيتم العمل على حل هذه الازمه. انت كنت حاضر يعني طبعا الدورات التدريبيه وورش عمل خاصه بتطوير الفار، والناس اتكلموا انك يعني في بعض الملاعب يبقى فيها 12 كاميرا او 16 كاميرا، ملاعب ثانيه ممكن هتاخد بس 6 كاميرات، وده اللي هيبقى موجود في الملاعب اللي هي طنطا واسوان والجونه. طبعا الشركه المنظمه او المطبقه للفار في مصر هي شركه موجوده في اسبانيا وموجوده في ايطاليا وهي اللي بتطبق التقنيه في المغرب وسبق ليها وطبقت التجربه في كاس الامم الافريقيه هنا في مصر. يعني شركه ليها نجاحات كبيره ولها خبره في الموضوع تقنيه الفار. كل دي طبعا عوامل ان شاء الله تسهل لك ان الفار يخرج بصوره كويسه. مش عايزين طبعا الناس يعني تبقى متعشمه بشكل كبير ان هم يبقى بشكل على الدوري الانجليزي اللي بتشوف فيه الفار وبيطبق ازاي. لا يعني احنا ان شاء الله يبقى عندنا حاجه كويسه، لكن يعني طبعا الفوارق التكاليف الماديه والامكانيات الرهيبه اللي موجوده في انجلترا طبعا في الدوري الانجليزي تحديدا مش يعني ما نقارنش بينها وفي مصر، لكن ان شاء الله الناس يعني معظم المسؤولين في الاتحاد ومسؤول الشركه اللي هي ميديا برو موجودين في الاستاد دلوقتي مباراه امبي والطلعه بيتابعوا الموقف وبيتابعوا ازاي التقنيه تخرج في اول ماتش رسمي وبصوره كويسه او العيوب والايجابيات ايه اللي هتحصل في الماتش ويحاولوا يعالجوها الفتره الجايه.
طيب ده امر غايه في الاهميه. عايز اتكلم معاك في بعض الملفات الاخرى يا مراد. انا عارف ان انت قريب جدا من الاتحاد المصري لكره القدم، بالتحديد فيما يتعلق بلجنه التظلمات والقرارات الخاصه بالعقوبات اللي كانت طبقت على الاهلي والزمالك بعد مباراه السوبر. ايه اللي هيحصل؟ القرارات ممكن تبقى امتى؟ لا معلش يا امير، ثاني سؤال. بتكلم على استئناف الاهلي والزمالك عند لجنه التظلمات بخصوص عقوبات مباراه السوبر، القرارات تطلع امتى باذن الله؟ تمام. هو المفروض ان في لجنه تظلمات رئاسه المستشار عادل الشربات، يعني خلاص يعني لسه ما حددوش ميعاد رسمي للاجتماع، لكن يعني غالبا الاسبوع الجاي او اللي بعده بكثير هيبقى في قرارات امنيه على ماتشات السوبر الاهلي والزمالك. هو المستشار عادل الشربات لسه اعلم من يومين ان هو وصل له التظلمات الرسميه من الاهلي والزمالك بعد اسبوع من اتحاد الكوره، وكان في جلسات يعني شفناها امبارح اول امبارح، يعني كان النادي الاهلي قعدوا مع لجنه الانضباط وقدموا فيديوهات جديده ومسجلات جديده. نفس الامر للزمالك، قعد مع لجنه الظلمات وكان في حضور اربع او خمس محامين تواجدوا في اتحاد الكره وقدموا برضه في مستندات جديده للتظلم على العقوبات. يعني في الاخر خالص عايزين يعني ان شاء الله الافيد والاصلح للفريقين هو اللي يتعامل، الاصلح في الكره المصريه، والفتره الجايه تعدي على خير ويبقى في التزام من الجميع بقى والجماهير برضه، يبقى في حاله من انضباط المدربات، وان شاء الله يعني الفتره الجايه تبقى فتره كويسه. لكن لغايه دلوقتي مفيش ميعاد معين اكيد للقرارات، لكن يعني في خلال يعني الاسبوع الجاي او اللي بعده كتير قوي هيبقى في صدور قرارات من قبل لجنه التظلمات ورئاسه المستشار عادل الشربات. بالنسبه لمعسكرات المنتخبات، واحنا عارفين الاجنده الدوليه هتكون في اخر مارس، المنتخب الاول عنده ماتشين مهمين جدا مع توجو، المنتخب الاولمبي المفروض كان عنده معسكر في دبي، هل المعسكر ده ممكن يتاجل او يتلغي بسبب موضوع كورونا ده ولا الدنيا هتمشي؟ تمام. هو المنتخب الاول طبعا عنده ماتشين مهمين جدا، توجو طبعا الماتش الاولاني هيبقى يوم 26 هنا في استاد القاهره، وان شاء الله يبقى بحضور جماهيري كبير كمان 40,000 او 50,000 متفرج. كويس كويس. الماتش الثاني يوم 29 في توجو، وده طبعا هيمثل او هو ازمه بالفعل يا امير للمنتخب ان ذاك الوقت بين الماتشين والسفر والحاجات دي مثل ضغط على اللعيبه. ولكن المنتخب الاولمبي، بالنسبه للمنتخب الاولمبي طبعا لغايه دلوقتي المعسكر ما زال قائم، لكن بيواجهوا طبعا بعض الصعوبات بسبب كورونا تحديدا، وفي بعض المشاورات دلوقتي في ناس موجوده في اتصالات من الشركه اللي هي المنظمه للدوره دي اللي هتكون هيكون فيها مصر وهتلاعب كرواتيا والارجنتين يوم 26 يوم 29 ومعاهم السعوديه. يعني لغايه دلوقتي في مشاورات ان الدوره تتاجل او تتلعب، لكن لغايه دلوقتي وقتنا الحالي يا امير الدوره لسه قائمه وشغاله، في بعض المقترحات ان الكره تتلعب بدون جماهير وده الحل الاقرب لغايه دلوقتي. لكن الكابتن شوقي اللي انا عارفه ان هو يعني مجهز كذا حاجه، ممكن يبقى في ماتشات هنا في مصر لو الكوره اتلغت، لكن لغايه وقتنا الحالي يا امير الكوره شغاله والماتشات في مواعيدها وماتشين كرواتيا والارجنتين 16 29، وشايف ان هم تجربتين ان شاء الله لو الدوره تمت بالثمار الجماهيريه، شايف ان هم ماتشين قويين جدا بالنسبه للمنتخب الاولمبي وتجربتين كويسين جدا قبل الاولمبياد. ان شاء الله الفتره الجايه يعني نشوف دول اسيا للاسف بتعاني من اثار الكورونا، فان شاء الله الفتره الجايه يبقى فيها حل، ولسه ان شاء الله فاضل حوالي 20 يوم فممكن يكون وصل الحل ان شاء الله باذن الله. يا استاذ محمد انا بشكرك شكرا جزيلا، الناقد الرياضي الكبير استاذ محمد مراد كان معنا على الهاتف عشان اتكلمنا معاه في عدد كبير جدا من الامور اللي بتخص الكره المصريه، بالتحديد فيما يتعلق بتطبيق تقنيه الفار ومعسكرات المنتخبات وقرارات لجنه التظلمات، وكل الامور دي هنتابعها خلال الفتره اللي جايه. خلينا نقول لحضراتكم ان مباراه طلائع الجيش وانبي في جهاز الرياضه العسكري بيديرها طاقم حكام مكون من محمد معروف حكم ساحه، يوسف البساطي وشريف عبد الله مساعدان، وسيد شعبان حكم رابع، وكابتن محمد الصباحي حكم فيديو، ومصطفى مدحت مساعد حكم الفيديو، اول اثنين حكام يديروا مباراه بالفيديو في مصر. طيب اهم المباريات سريعا، امبارح والنهارده كان في عدد من المباريات في مختلف البطولات. كاس الاتحاد الانجليزي امبارح كان ليستر سيتي مع بيرمنغهام سيتي، خلص 1-0 لليستر. توتنهام خسر من نوريتش سيتي 3-2 بضربات الجزاء الترجيحيه بعد التعادل في الوقت الاصلي بنتيجه 1-1. شيفيلد وينزداي خسر 1-0 مانشستر سيتي بهدف اوجويرو. كاس ملك اسبانيا ميراندس خسروا من ريال سوسيداد 1-0. النهارده في بعض المباريات
وكان المفروض هيبقى في مباراه نابولي وانتر دي اتاجلت في كاس ايطاليا بسبب تفشي مرض او فيروس كورونا. وكاس الاتحاد الانجليزي النهارده ديربي كاونتي مع مانشستر يونايتد، وكاس ملك اسبانيا غرناطه مع اتلتيك بلباو، ده بخلاف طبعا مباراه الدوري المصري اليوم ما بين انبي وطلائع الجيش. دي اهم الامور مع بدايه حلقه اليوم. الاهم بالنسبه لنا نشوف الصحف تناولت استعدادات النادي الاهلي لمباراه صن داونز ازاي. يلا بينا. الاهرام، الاهلي يطالب الكاف بمراقبه حكم صن داونز لضمان العداله. الخطيب بيذكر اللاعبين بجيل 2006 هو فايلر يستقر على التشكيل. الأخبار، الأهلي يهدد الأولاد بالقائمة الكاملة، معلول يعود مطالبة الكاف برقابة جسامة والبعثة على مأدبة السفير. اليوم السابع، الخطيب بيشحن بطاريات نجوم الأهلي في جنوب أفريقيا لإسقاط صن داونز. الجمهورية، هل تكون أول مباراة دفاعية لفايلر مع القلعة الحمراء؟ الأهلي يواجه صن داونز بطريقة لدغة العقرب. الشروق، الأهلي يطالب الكاف بمراقبة أداء جسامة أمام صن داونز. الاتحاد الأفريقي يطمئن النادي بشأن بكاري، وفايلر يكثف من اجتماعاته مع الجهاز المعاون لحسم القطع. الدستور، اليوم الأهلي يؤدي تدريبه الأول على ملعب لوكاس موريبي في جنوب أفريقيا ومعلول جاهز. المصري اليوم، ارتياح في الأهلي بعد تعافي معلول قبل مواجهة صن داونز. فايلر يخفي طريقة اللعب لخداع المنافس، وصحف جنوب أفريقيا تحذر من أسلوب إضاعة الوقت. سنواجه حائط برلين. المسا، مروان محسن يقود هجوم الاهلي امام صن داونز. المدير الفني مطمئن لجاهزيه كل اللاعبين، والروح المعنويه المرتفعه تسود الجميع. مخاوف وقلق من جسامه وفايلر في اجتماعات مستمره مع معاونين. واخيرا الوطن، تغييرات في تشكيل الاهلي لمواجهه صن داونز، وباتجي كلمه السر في الهجوم. الجهاز الطبي يعلن جاهزيه جميع اللاعبين، والسفير يدعو البعثه لمقدمة العشاء. نبتدي بجريدة الأهرام واللي اتكلمت على استعدادات النادي الأهلي لمباراة يوم السبت بإذن الله تعالى، وقالت إيه؟ قالت إن الأهلي يطالب الكاف بمراقبة حكم صن داونز، والكلام ده إحنا وضحناه لحضراتكم بتفاصيل كتير جدا وبكل الكواليس اللي حصلت بخصوص مخاطبة النادي الأهلي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بخصوص التحفظ على إدارة بكاري جسامة لمباراة صن داونز، مباراة الإياب تحديدا. والأهلي كان ليه طلبين زي حضراتكم من يومين ثلاثة، أول حاجة إن يكون الحكم محايد في الملعب، مش عايزين أي حاجة تانية، لا يتحيز هنا ولا هنا، إحنا عايزين عدالة تحكيمية. الحاجة التانية كانت بتتمثل في طلب النادي الأهلي من الكاف إن يكون في مراقبة مشددة على هذا الحكم وأدائه على مدار المباراة بشكل كامل، لأن في سوابق كتير جدا حصلت مع النادي الأهلي من خلال بكاري جسامة كلنا عارفينها. الخطيب يذكر اللاعبين بجيل 2006، يعني بمشوار كان صعب أكيد في التوقيت ده، وقدر النادي الأهلي أنه يحسم البطولة في النهاية، وده كان امر مهم. او يعني اجتماعات زي ما عرفنا كده، اجتماعات دايما موجوده من خلال الكابتن محمود الخطيب رئيس بعثه النادي الاهلي ورئيس النادي مع لاعبي النادي الاهلي هناك في جنوب افريقيا قبل هذه المباراه الهامه. وفايلر يستقر على التشكيل، الله اعلم التشكيل هيكون عباره عن ايه، لكن اكيد المدير الفني مستقر على التشكيل وطريقه اللعب في مباراه مهمه زي دي. تعالوا نروح لجريده الاخبار واللي بتقول الاهلي يهدد الاولاد بالقائمه الكامله. قائمه النادي الاهلي ما شاء الله كامله، 20 لاعب كلهم الحمد لله جاهزين 100%. معلول يعود، هو شارك في تدريبات امبارح وبيشارك وبيستمر في المشاركه عادي خلال التدريبات الحاليه سواء النهارده وبكره كمان ان شاء الله هيشارك. مطالبه الكاف برقابه جسامه ده اتكلمنا فيه، والبعث على مدابه السفير وده ايضا اتكلمنا فيه في اول الحلقه. نروح لليوم السابع واللي بتتكلم على ان الخطيب يشحن بطاريات نجوم الاهلي في جنوب افريقيا لاسقاط صن داونز، واحنا اتكلمنا في القصه دي كتير جدا، وتواجد الكابتن محمود الخطيب امر مهم جدا في الحقيقه في مباراه مهمه وحاسمه زي مباراه صن داونز، واكيد في اجتماعات مستمره. يعني الفريق يتدرب على مجمع ملاعب بريتوريا، وعبد الحفيظ لا ينقصنا سوى التوفيق للصعود باذن الله، التوفيق يكون حليف النادي الاهلي للتاهل ان شاء الله تعالى. الجمهورية بتتكلم أيضا في جانب فني شوية بيتعلق بالمباراة، وهو بخصوص أن ممكن تكون دي المباراة الأولى لفايلر يدافع فيها أو يلعب بشكل دفاعي، يعني
امام فريق صن داونز. ما تعرفش، الله اعلم يعني، ما حدش يقدر يتكهن يعني، لكن هم بيبصوا للمباراه بشكل تحليلي شويه وبيحاولوا يقربوا من فكر مستر ريني فايلر. على مدار مباريات مستر فايلر كلها مع النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت من ساعه ما الراجل جه ما شفناش الاهلي بيلعب باداء دفاعي، لكن ممكن تلاقي مفاجاه في مباراه صن داونز وتلاقي الاهلي بيغير طريقه لعبه، وخصوصا ان هو عنده الافضليه بهدفين. ده فكر مدير فني، هو اللي قدر هيعمل ايه يعني. تمام، بيقول لك الاهلي واجه صن داونز بطريقه لدغه العقرب، يعني من خلال ان انت تدافع وتامن وبالمرتدات تحاول تخطف عشان تخلص الماتش. لو الاهلي جاب جون صعب جدا صن داونز يجيب اربعه يعني عشان يتاهل. الاهم ان الاهلي يحاول يجيب جون، والاهم في كل الاحوال الاهلي يتاهل باذن الله تعالى لدور نصف النهائي. الشروق، والاهلي يطالب الكاف بمراقبه اداء جسامه امام صن داونز. طبعا الاتحاد الافريقي يطمئن او يطمئن النادي بشان بكاري، يعني على حسب جريده الشروق ان الاتحاد الافريقي قال لهم ما تقلقوش، قال للناس في النادي الاهلي ما تقلقوش، الراجل مراقب وبشده وهتلاقوا منه اداء جيد ومحايد، اداء جيد ومحايد في المباراه باذن الله تعالى، وده المطلوب مش مطلوب اي حاجه ثانيه. وفايلر يكثف من اجتماعاته مع الجهاز المعاون لحسم الخطه، اكيد في مشاورات كثيره جدا ما بين فايلر ومعاونيه بخصوص شكل النادي الاهلي في هذه المباراه والسيناريو اللي ممكن الجهاز الفني يضعه في مواجهه فريق قوي زي فريق صن داونز. ان شاء الله الاهلي يكون موفق، وكلها امور طبيعيه جدا قبل اي مباراه يعني، لكن ما بالك بقى لما تكون مباراه قويه وحاسمه زي مباراه صن داونز، التركيز بيبقى 100%. طيب خلينا نروح للدستور. والنهارده الاهلي يؤدي تدريبه الاول على ملعب لوكاس موريبي، ده خبر غير حقيقي. النهارده لسه الاهلي بيتمرن على مجمع ملاعب جامعه بريتوريا، ولسه بكره ان شاء الله التدريب على لوكاس موريبي الملعب اللي هيستضيف هذه المباراه. معلول جاهز؟ معلول جاهز خالص بالشكل رسمي. طيب يعني كل الاخبار يعتبر شبه بعض. خلينا ناخد المسا والوطن سريعا. يعني المسا بتتكلم على ان مروان محسن يقود هجوم الاهلي امام صن داونز، تكهن، الله اعلم مروان اللي هيلعب ولا لا. لما تيجي نروح للوطن هيقول لك ان بادجي كلمه السر في الهجوم، برضو ده من ضمن الاجتهادات والتوقعات بالنسبه لتشكيل النادي الاهلي. دي اخبار الاهلي في الصحف، اخبار الاهلي في مواقع انشوف. فيتو، فايلر يخفي ملامح تشكيل الاهلي في جنوب افريقيا. سوبر كور، خطه فايلر لتجنب خماسيه الموسم الماضي امام صن داونز. اليوم السابع، مهمة أهلاوية خاصة، جيرالدو الورقة الرابحة لفايلر أمام صن داونز بمباراة السبت. كيك أوف، دفعة كبيرة لصن داونز قبل مواجهة الأهلي. سوكر لادوما، صن داونز يجدد لقائد الفريق بعقد طويل الأمد. بيزنس لايف، على موسيماني أن يعرف كيف يفكك دفاع الأهلي. تفاصيل كتير بتتعلق بالنادي الأهلي في المواقع النهاردة، سواء المواقع المصرية أو مواقع الجنوب أفريقية، وكمان عندنا تفاصيل كتير محلية وعالمية هنستفيد في الحديث عنها مع ضيفنا العزيز الأستاذ محمد القوسي الناقد الرياضي الكبير بعد الفاصل. استنوا. استاذ محمد القوسي الناقد الرياضي الكبير ضيفنا كالعاده كل يوم خميس في حلقه كلام في الميديا. استاذ قوسي اهلا بيك. اهلا بك يا كابتن امير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. ربنا يخليك، ده نورك يا حبيبي. عندنا ملفات كتير جدا عايزين نتكلم فيها، بس خلينا نتكلم على اهم ملف دلوقتي، وهو تطبيق تقنيه الفار بشكل رسمي في مصر بعد كلام كتير جدا على مدار اشهر عديده بخصوص ان التقنيه هتطبق مش هتطبق، لا في الدور الثاني مع نهايه الموسم مع بدايه الموسم الجديد. رايك ايه بعد تطبيق هذه التقنيه بشكل رسمي في المباراه اللي بتجرى خلال هذه اللحظات ما بين انبي وطلائع الجيش؟ بيقولوا لي يا جماعه المباراه كام كام؟ اتفضل. طبعا دي لحظه تاريخيه يعني يسجلها التاريخ مع الحكم الدولي محمد معروف.
اللي هو بيدير مباراه ام بطوله الجيش النهارده ايا كانت، لكن سيكتب التاريخ ان هذه اللحظه اول مباراه في تاريخ الدوري المصري ادير رسميا اديرت بتقنيه الفار او حكم الفيديو يعني. الحمد لله يعني بعد ما دخلنا في مناوشات كتيره ورقصونا وهنعمل الفار ومش هنعمل الفار، وحتى كابتن جمال غندور نفسه طلع وقال انه مستحيل ان يتعمل الفار، صعب جدا وكلام كتير جدا، وقال ما تقطعش يعني، وصلونا لمرحله ان احنا ايه نفقد نكاد نفقد الامل ما شاء الله يعني. مشهد كنا بنتمناه بقى هو ده يعني، لازم الدوري المصري ده هيخلي الدوري المصري فيه عداله كبيره ان شاء الله، هيحل لنا ازمات ركلات الجزاء اللي عليها فيها شكوك كبيره، هيحل لنا ازمات التسللات الاهداف يعني، اكيد هيكون ليه دور مؤثر بشكل كبير جدا في اقرار العداله حتى ولو بنسبه 95% او 96%. انا اتوقع ان هي توصل ل 98% مع الفار باذن الله يعني. فده شيء كويس وشيء مهم، لان العنصر التحكيمي عندنا بيعاني معاناه كبيره جدا، فكون ان احنا نلجا الى هذه التقنيه اللي موجوده في اعظم دوريات العالم اللي هو الدوري الانجليزي، فده شيء عظيم يحسب للجنه الخماسيه التي تدير اتحاد الكره. الحقيقه شابوه، تحيه تقدير لما تكون حاجه كويسه بنشيد بيها وبنحييها وبنشكرهم ونهنيهم ونشيد بمجهودهم الكبير طبعا. في بعض الاحيان بننتقدهم لما يكون في حاجه، لكن لما يكون في حاجه ايجابيه ملف يا استاذ اوسي لازم لا، هذا ملف محترم وهذا انجاز وهذا نجاح كبير جدا يعني. نتمنى ان النجاح ده يتواصل ان شاء الله، ولو كان في قصور طبعا يعالج خلال الدور الثاني، بحيث ان احنا نوصل ان شاء الله على اول السيزون الجديد عندنا تقنيه فار على اعلى مستوى تكاد تكون قريبه من التقنيه اللي موجوده في الدوري الانجليزي يعني. ونحن لسنا اقل من هذا يعني، الدوري المصري يستحق ان يكون هذا، ومع رجوع الجماهير هيبقى عندك مسابقه عالميه فيها احترافيه، مسابقه عظيمه كل ياخذ حقه فيها، فتحيه ليهم يا رب وموفقين باذن الله. والاهم ان احنا بقت عندك دلوقتي 54 حكم فار كلهم اخذوا الرخصه في وقت قياسي ووقت قصير جدا، ووقت يعني ما كنا نتخيل ابدا ان حكامنا هيوصلوا الى هذا المستوى وينجزوا هذا الملف. وعندك كمان 11 ملعب جاهز للتقنيه. احنا طبعا يمكن الاسبوع اللي فات كنا اتكلمنا عن الشروط اللي وضعوها على البتاع، مش هيكون عندك اكتر من 4 مباريات في اليوم او 3 مباريات في القاهره، الاهلي والزمالك ما يلعبوش في يوم واحد، اسوان والجونه برضو ما يلعبوش في يوم واحد اللي هو ملعب اسوان وملعب في البحر الاحمر، اتحاد السكندري وحرس الحدود ما يلعبوش في يوم، حاجات كده اتفقوا عليها كلها، بحيث ان احنا يبقى عندنا تقريبا ماكسيمم 4 مباريات في اليوم. يعني تقريبا دلوقتي هنشوف في الدوري المصري مباريات شبه يوميه على مدار الاسبوع خلال المرحله المقبله يعني. هل الفار كافي لتطوير الاداء التحكيمي او معالجه الاخطاء او عشان يبقى في عداله استاذ اوسي، ولا في امور ثانيه مطلوبه؟ الفار بيعالج يعني النقص في مستوى الحكام، سواء النقص البدني او النقص الفني. حكم ما قدرش ياخد قرار صائب في لحظه اللعبه، فبيلجا بيوقف اللعبه وبيشوف وبيعمل وبيلجا للفيديو اللي احنا كلنا بنقعد نتفرج عليه مره وثلاثه وبناخد قرار. ده هيبقى متاح للحكم في الملعب، وبالتالي ان نسبه الخطا هتقل بدرجه كبيره جدا. لكن طبعا الحكم لازم يكون افضل من الفار، افضل من الفيديو، هو اللي ياخد القرار في الملعب، وسيظل حكم الساحه هو سيد قرار، هو سيد الملعب، هو اللي بياخد القرار الاول والاخير. يعني الفار ممكن يقول ضربه جزاء والحكم ما يحتسبهاش، ممكن يقول هدف والحكم في قرار نهائي، في واحد بس اللي ليه حكم في ارض الملعب، ليه قرار في ارض الملعب، وهو حكم الصفار او حكم الساحه، وده ما فيهوش كلام. حتى لو الفار قال له قرار معين او حكام الفار تحديدا قال له قرار معين، في النهايه بيتركوا له هو سلطه اتخاذ القرار. كمان عايزين برضه ناكد عشان الناس تبقى فاهمه ان مش كل لعبه ان حد هيجري ويقول للحكم طبق الفار، مفيش لاعب يجرؤ طبقا لقانون الفار او طبقا للقانون الدوليه اللي صادر عليه، لا يحق لاي لاعب ان يجري ناحيه الحكم ويطالبه بالفار، لا يحق للمدرب ان يطالبه بالفار، الوحيد اللي بيطالب الحكم بان يروح للفار هو الحكم اللي قاعد قدام الفيديو نفسه. بالظبط، هو اللي بيشيل الحكم وبيقول له ديلي ويقعد ينبهه محمد صباح النهارده بالظبط، ويقعد ينبهه ان في حاجه محتاج انك تراجعها، والحكم في نفس اللحظه دي محتاج هو ياخد قرار اذا كان يروح يرجعها ولا لا. اللاعب اللي هيجري ناحيه الحكم وهيعمل له، لو اللاعب عمل كده فيها كارت احمر، لو رابع راح كلمه فيها انذار، لو مدرب يعني فيها ضوابط وفيها قيود. لابد ان الجماهير تعيها واللاعبين يعوها علشان التجربه تنجح، والا محاضرات للاعبين بالظبط يعني، والا طبعا هنشوف كل لعبه فاول روح للفار او تروح للفار كره عشان برضه يبقى الجزئيه دي واضحه للجمهور يعني. يا استاذ اوسي مش كل الحالات في المباراه هيتم اللجوء للفار، لا لا لا، الحالات يعني الحالات اللي بتبقى في وسط الملعب فاول كلام من ده، لا ده مش خالص ولا الحالات هي ضربات الجزاء، الطرد لو طرد خطا مثلا
مثلا تستاهل انذار او انذار يستاهل طرد او طردت لعيب بشكل خاطئ، الاهداف كره تخطيط تسللات ولا لا التسللات الكلام او ده. واحد ارتكب حاجه من ورا الحكم والحكم ما شافهاش او في لاعب ضرب وخد انذار والفار شافه ياخد كارت احمر فالحكم يرجع ويرجع ويشوف قراره، ده كل الكلام اللي بقى موجود في الفار. اذا الفار وعلى كل لاعب ان يحسب سلوكياته بمنتهى الدقه لانه مراقب من كل الجهات بعدد كبير جدا من الكاميرات في كل انحاء الملعب. فيعني تجربه ان شاء الله تكون اضافه كبيره جدا للكره المصريه، هتساعد في استقرار المسابقه ونجاحها وهتساعد في زياده مساحه الرضا عن المسابقه ان شاء الله. تمام، نروح لفاصل، بعد الفاصل نكمل بقى كلامنا ونبتدي بالتحديد فيما يتعلق بالنادي الاهلي واخر استعداداته لمباراه يوم السبت. استنونا على الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمر معانا في الاستوديو الاستاذ محمد الاوسي الناقد الرياضي الكبير، وهنبتدي بقى الحديث عن مباراه صن داونز يا استاذ اوسي واستعدادات النادي الاهلي لهذه المباراه. توقعاتك ليوم السبت، هل هيبقى يوم مبهج؟ طبعا ان شاء الله يبقى يوم مبهج باذن الله. يعني نامل من ربنا ان شاء الله يكون يوم مبهج بعد العرض القوي اللي عمله النادي الاهلي في مباراه السبت الماضي. تمام، ان شاء الله السبت المقبل يكون مكمل. احنا لعبنا الشوط الاول في القاهره والشوط الثاني في ملعب لوكاسا ماريبي في بروتيريا. ان شاء الله يكون يوم مبهج ويوم جميل ان شاء الله، ويوم سعيد بالنسبه للنادي الاهلي اللي هيحصد فيه تذكره التاهل. انا بعتبر دي مباراه نهائيه اشبه بالفاينل. يعني طبعا احنا نهائية. كل الماتشات دخلت مرحله نهائيات. يعني الفائز يمر والخاسر خلاص بيروح يعني. فان شاء الله احنا عملنا مباراه جميله ومميزه جدا في مباراه الذهاب. اعتقد يعني افقدت الفريق الجنوب افريقي توازنه وخلته يغير فكرته عن اللي حصل في البطوله اللي ماضيه. يعني هو فكره الاهلي هو معروف ان اللي حصل ده استثناء بالنسبه للنادي الاهلي، زي مثلا حاجه ما بتتكررش. يعني مثلا زي مثلا ليفربول السقطات اللي عملها فجاه دي في الدوري، او خسرته 3-0 من واتفورد، او خسرته في فرق بتتعرض لبعض الكبوات لكن بتستعيد قوتها. دي الفرق الكبيره، الفرق العظيمه، الفرق اللي لها شخصيه، الفرق اللي تقدر تقف على رجليها. النادي الاهلي قدر يقف على رجليه وقدر يحقق ان شاء الله نتائج كبيره جدا. فان شاء الله متوقع، عندي امل كبير جدا ان المباراه تكون كبيره جدا للنادي الاهلي، مباراه تضع الاهلي على طريق البطوله باذن الله. لان بالرغم ان طريق البطوله مليان بالاشواك، مليان بالصعوبات، مليان بالمطبات، هذه البطوله واحده من اصعب البطولات في تاريخ يعني دوري الابطال الافريقيه. البعض هيقول لك اشمعنى البطوله دي الاصعب؟ لان فيها 8 فرق ابطال القاره، مفيش ولا واحد فيهم ما خدش البطوله. صح. فاي في واحد فيهم عنده امل. يعني هتقول واحد لسه صعد لاول مره فسعيد ان هو مبتهج ان هو وصل لدور الثمانيه، حلو قوي عليه انه وصل لدور الثمانيه او ما وصلش، لكن دول كلهم بلا استثناء وصلوا الى مصاف البطوله، فكلهم عندهم الطموح. بدليل ان المواجهات التي تمت في الذهاب كلها اقيمت على ملاعب الفرق اللي هي ايه، اللي هي في المركز الثاني، وكل اصحاب المركز الثاني فازوا على اصحاب المركز الاول. اذا القوى تقريبا يعني متقاربه، تقريبا متشابهه، ما فيش حد اقوى من حد، الفرص متاحه للجميع. صح. الذي يستطيع ان يحسم المباراه في ارض الملعب يقدر يحسمها. وكمان يعني بص، النتيجه تقريبا كلها متساويه في الاربع مباريات اللي اتلعبوا. هتلاقي الوداد كسب مازيمبا 2-0، الرجاء كسب النجم الساحلي 2-0، الاهلي كسب صن داونز 2-0، الزمالك متفوق بفارق هدفين على الترجي التونسي 3-1. هو ده المستوى بتاع، دي قوى عظيمه موجوده في القاره الافريقيه. ان شاء الله يعني نتمكن باذن الله من رؤيه النادي الاهلي وهو يطيح بصن داونز باذن الله يوم السبت المقبل على ملعبه وسط جمهور باذن الله. شايف ازاي تعامل النادي الاهلي مع المباراه يا استاذ اوسي قبل انطلاقها؟ يعني السفر المبكر، التدريبات اللي في ميعاد المباراه، هل النادي الاهلي نجح حتى الان في التعامل في كل ما قبل هذه المباراه والاستعداد الجيد ليه؟ تمام، الاهلي تعامل مع المباراه من واقع ملفات الماضي. حلو. الاهلي تعامل مع المباراه من تجارب وخبرات تاريخيه سابقه. تمام، ويمكن ده كشف عنه الكابتن محمود الخطيب في لقائه مع اللعيبه امس، لقاء مطول مع اللعيبه لما قعد بيتكلم معاهم عن ما حدث للاهلي في كاس العالم للانديه في 2005 لما قابلوا اتحاد جده السعودي وخسروا اول مباراه وتقريبا خدنا خامس او سادس في البطوله دي. لما راحوا في 2006 سادس ساعتها، لما راحوا في 2006 كانت الدنيا مختلفه. راح بدري وتعود على الاجواء وشاف واستفاد من الاخطاء وقدر يحرز ايه، بالظبط، ميداليه برونزيه. ما تكرر مع النادي الاهلي في الموسم الماضي. الموسم الماضي الاهلي كان يعني
هقول لك ايه لفظ، عايز اجيب لفظ يعبر عن ان الاهلي راح منهك لجنوب افريقيا. فلو تفتكر ماتش الزمالك اللي كان في بركه المياه اللي اتلعب أيوة. الموسم الماضي، وبعده على نفس الملعب ماتش الاتحاد السكندري، والاهلي لعب الماتشين تعادل في الماتش الاولاني 0-0، الماتش الثاني كسبه 2-0 بعد جهد رهيب. الاهلي طلع من الملعب على الطياره، كان تقريبا يوم الاربعاء او كان قبل الماتش ب 48 ساعه، يعني الاهلي راح ما قعدش هناك. فراح الاهلي هناك استقبل الرطوبه، استقبل اجواء صعبه، راح مجهد، راح تعبان، راح مش مركز في ادائه. الاهلي يعني جمع كل ده واستفاد. بغض النظر عن نتيجه الماتش الاول اللي اتلعب في القاهره، الاهلي كان حاجز سفر بعد المباراه مباشره، زيه زي سان داونز بالظبط، يعني مسافرين على نفس الطياره يعني. وده قرار رائع وقرار عظيم ان انا اروح اعيش هناك حتى اوصل لمرحله ان انا من سكان هذا المكان، من المقيمين، لما اقعد اربع او خمس، ما دام تجاوزت الثلاث ايام الكاملين فانا قدرت اعيش الجو، قدرت رئتي تتعامل مع الجو، مع الحراره، مع الاكسجين، مع الرطوبه، مع الاجواء. بتمرن خمس تدريبات، بتمرن اثنين ثلاث اربع خميس جمعه، خمس تدريبات كاملين في الـ في الـ في الاجواء اللي في بريتوريا كلها. منها تمرينه هتبقى موجوده على الملعب ان شاء الله بكره، على الملعب اللي هتلعب عليه اللي هو ملعب المباراه لوكاس موريبي. لوكاس موريبي، لكن هم اتمرنوا تقريبا حتى على الملعب الفرعي اللي فيه، دخلوا الملعب وشافوا الاجواء. ده مهم جدا وده شيء عظيم جدا، انا شايفه قرار رائع وقرار سليم ان شاء الله هيساهم بدرجه كبيره جدا في ان لعبه الاهلي وكانها تؤدي الملعب هنا في تؤدي المباراه هنا في القاهره. الفرق فقط ان هيكون في جمهور شرس موجود هناك، ورغم رغم شراسه هذا الجمهور انه جمهور طيب، يعني جمهور لا يخرج عن النص، جمهور محترم كيف. جمهور يعني لكن بيشجع فرقته بشراسه وبيعمل اصوات مدويه، لان انا رحت ملعب ده يا امير واتفرجت فيه على بعض الماتشات النهائيه حقيقه، والجمهور قريب من الملعب كمان فبيبقى فيه تاثيرات كبيره جدا على المنافسين. مطلوب من الاهلي ان يتماسك بشكل كبير جدا وان شاء الله يحقق نتيجه مميزه مستفيدا من ذهابه المبكر واعتياده على الاجواء اللي موجوده في جنوب افريقيا. باذن الله الاهلي يكون موفق في هذه المباراه. لكن عايز اسالك عن جزئيه مهمه جدا، وهي تصريحات مسؤولي صن داونز والمدير الفني تحديدا، تصريحات مختلفه شويه. يعني في بدايه اول مباراه، مباراه الذهاب، كانت التصريحات كلها في اطار الايجابي، الاهلي اكبر نادي، التصريحات المعتاده من موسمين. يعني امبارح زي ما قال لنا زميلنا العزيز فاروق صلاح من شويه في المداخله من هناك، قال لنا ان التصريحات تغيرت نسبيا، والراجل اكد ان احنا هنقدر نكسب النادي الاهلي بنتيجه اكتر من 2-0، وان التصريحات كلها بتدي دافع كبير جدا للجمهور ان هو يجي ويحضر ويؤازر. وكان كيف ترى هذه التصريحات بشكل كامل؟ تصريحات طبيعيه جدا، تصريحات عاديه جدا. أنا لما كان الأهلي جاي وخسران 1-0، كان عندنا 5-0، كان في أمل إن الأهلي يكسب 6 كويس، أو على الأقل يعادل النتيجة يعني، وإلا ما يلعبش المباراة. ده طبيعي جدا، لازم ينقل الإحساس ده للاعيبته، لازم ينقله لجمهوره، لازم ينقله لمسؤول النادي، لازم ده يبقى موجود. كل الفرق اللي خسرانة 2-0 عندها أمل إنها تكسب 3-0 تمام، يعني بس ماتش الزمالك والترجي اللي هو 2-0، يعني زي لا قدر الله لو الترجي كسب 2-0 نتمنى الفوز للزمالك طبعا إن شاء الله كفريق مصري، ونتمنى إن يوصل الأهلي للمباراة النهائية يعني بإذن الله. لكن ان شاء الله يعني نتمنى، لكن اذا موسيماني بيقول الكلام ده فده طبيعي جدا وده متوقع جدا وده عادي جدا بالنسبه له. والاهلي برضو بيقول ان هو هيكسب الماتش هناك وان شاء الله، يعني تطلعات النادي الاهلي انا مش هلعب على التعادل ولا هلعب على ان انا اخسر بجون مثلا، يعني أكيد. انا هلعب على ان انا هكسب الماتش هناك. هيلعب كده مستر فايلر، يعني اعتقد ان ده ولا ممكن يبقى نلاقي سياسه مختلفه. لو فكرت في التعادل او فكرت انك تدافع طول الوقت اعتقد ان ده مش هيكون في مصلحه النادي الاهلي، لابد ان يكون هناك على الاقل عندك توازن دفاعي وهجومي، يعني بحيث انك انت في الوقت اللي بتغلق كل الطرق المؤديه للمرمى من ناحيتهم، لا سيما انهم فريق عنده سرعات، عنده اختراقات مهمه جدا من العمق، بيتحركوا كويس من الاطراف، كل ده اعتقد ان مستر فايلر شافه هيقدر يتعامل معاه. هنشوف فرقه مختلفه غير اللي شفناها في القاهره، لانه في القاهره كانوا بيدافعوا بشكل كبير جدا وبيعتمدوا الى حد ما على الهجمات المرتده عن طريق لاعب او اثنين مستغلين السرعات ومستغلين اندفاع الاهلي في الهجوم. يمكن حتى موسيماني لعب على ده بدرجه كبيره جدا في الشوط الثاني، لو لاحظت ان هو كثف ورا قوي، وهو متوقع ان الاهلي مؤكد لما طلع الشوط الاول سلبي الاهلي ما قدموش حل بقى، ان الاهلي هيدافع بكل قوه وبالتالي في مساحات هتظهر خلف المدافعين، وسط الملعب هيندافع يقدر يتحرك، حاول يعمل ده لكن قتل المباراه مبكرا بهدف يا رب تقريبا ان شاء الله ده هي يعني هيريحنا كلنا. كمان اللي هو كان عايز يعمله معانا احنا نقدر نعمله معاه هناك،
ان هو مؤكد ان هو سيسعى بكل قوه لتعويض فريق الهدفين، ولن يستطيع ان يفعل ذلك مع النادي الاهلي الا اذا هاجم بعدد كبير جدا من اللاعبين، لان الاهلي مش فريق قليل، والاهلي الحمد لله عنده دلوقتي خط دفاع قوي ومتماسك، وعنده خط وسط قوي، وعنده مهاجمين خطرين، وبالتالي الاهلي يقدر يلعب على المساحات اللي هتكون موجوده اللي هيتركها لاعبه سان داونز في الخلف، ودي يعني هيكون لعب اي فريق من الاثنين سلاح ذو حدين، خصوصا بالنسبه لسان داونز هو اللي محطوط تحت ضغط لان هو اللي متاخر بهدفين. يعني في بعض الدوافع المعنوية الإضافية بالنسبة لفريق سان داونز اللي بتتمثل مثلا في إنكونكا نجم فريق سان داونز واللي عاد من الإصابة وأصبح جاهز للمباراة أمام النادي الأهلي يوم السبت، وأيضا تجديد عقد كيكانا لعيب عنده 34 سنة كابتن الفريق ومنضم ليهم من 2011، حقق معاهم 8 بطولات تقريبا مختلفة وجدد عقده 4 سنين. كل دي دوافع ممكن تكون إيجابية مستر بيتسو موسيماني قبل مباراة الأهلي. تعك من كل هذا. حلو ماشي، ما يهمنيش سواء كانوا موجودين او غير موجودين. هذا لا يهم، المهم الاهلي كيف سيكون وكيف سيلعب. انا بحاول اقول لك اللي بيقولوا المواقع. لا طبعا انا معاك طبعا ده كلام مهم جدا، وطبعا لما يكون عنده لعيبه ناقصه ده هيتصب في مصلحتك طبعا. يعني مثلا هتيجي زي فرقه زي الترجي لما يتوقف منها خليل الشمام ويتوقف منها عبد الرؤوف بن غيث مثلا القرارات الكاف، ويتوقف مثلا الشعباني معين الشعباني المدرب الفني ويتوقف منها مدرب، اكيد ده هيكون ليه تاثير وده هيتصب في مصلحه الزمالك مؤكد. يعني لو كانوا موجودين هيبقوا قوة إضافية للفريق يعني، لكن في النهاية أنت بتلعب على بطولة، إن شاء الله يكون معاهم ميسي، أنت بتلعب وبتقدم كل قوة، لكن طبعا مؤكد إنه لما فرقة بتكتمل ويعود ليها هيكون إضافة. النادي الأهلي لو كان رجع له لاعب بقيمة رمضان صبحي أكيد كان هيبقى إضافة كبيرة جدا 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 موجودة في الملعب يعني، لكن وجوده إضافة، لكن غيابه لن يعني الأهلي لن ينهار مثلا، وكذا كل الفرق الكبيرة اللي لها شخصية يعني. فاحنا نتمنى، لان النادي الاهلي بينظر لنفسه، بينظر للاعبيه، بينظر لقيمته، بينظر للاعبته، عايزين 11 مقاتل جوه الملعب، 11 راجل يؤدوا بمنتهى القوه، بمنتهى الرجوله، بمنتهى يعني الاصرار على تحقيق نصر هناك، وليس مجرد حصد تذكره التاهل باي شكل من الاشكال. طيب انا عندي ثلاث صور كده وثلاث مشاهد يا استاذ اوسي عايز اتكلم فيهم مع حضرتك، وهو فيما يتعلق او تحت عنوان الرياضه كما يجب ان تكون. يعني صوره فايلر موسيماني مثلا في مباراه الذهاب، دي الصوره اللي قدامنا دي. بص يعني هذه اللقطه بتعبر عن قيمه الرياضه وعن معنى الرياضه وعن اهميه الرياضه. اللقطه دي عملها موسيماني في الدقيقه 65 من المباراه ساعه ضربه الجزاء، لحظه احتساب ركله جزاء، الحكم كان بيصفر ركله جزاء ونبيل وعلي معلول ماسك الكوره وده رايح بيتكلم مع فايلر، وبص واخده ازاي وبيتكلم. ايه الروح الطيبه دي؟ ايه الروح الجميله دي؟ ايه الاخلاق؟ هي دي الرياضه كما ينبغي ان تكون. هي دي السلوكيات. طبعا لو عندنا هنا في الدوري المصري في مباراه مهمه مصريه زي كده هتلاقي جري وشتيمه وسب وقذف وكل اللي تتخيله موجود في الدنيا. دي الرياضه يا جماعه اللي احنا المفروض نتعلمها، والمفروض الناس تتعلم من هذا الرجل لما المنافس بتاعي حتى وانا على وشك انه يخش فيا هدف انا بروح له وبيبتسم وبيتكلم معاه. الراجل على فكره يعني بيتكلم معاه بحميميه يعني ما فيش مشكله خالص يعني. ده واحد من المشاهد المهمه جدا اللي لابد اننا كلنا مصريين نعتز بيها ونعتبر بيها ونوجه الشكر لهذا الرجل ونتعلم منه دروس، لان الرجل ده جميل جدا، مدرب مميز كمان جدا فنيا يعني بصراحه. لا ده هو اللي صنع اسطوره سان داونز يعني بقى له 7-8 سنين معاهم. يعني الحقيقه يعني خد معاهم دوري الابطال اللي هو 2016 وخد معاهم السوبر ويعني فهو الاربعه لا عمل لهم يعني حاجه كبيره وحاجه مش شايفها. كمان في لقطه تانية اعتقد ان احنا ممكن نشوف في اللقطه التانية اللي هي بتاعه مشجعه نادي الزمالك لما فرحت بهدف النادي الاهلي في مباراه سان داونز، دي لقطه ممتازه جدا في الحقيقه اهي. اللقطه دي المفروض يعني نقف عندها ونبني عليها ونستثمرها. ده لازم نقف عندها استاذ اوسي في ظل الاحداث اللي حصلت على مدار الاسبوع اللي فات. يعني ايه اللي يخلي دول بص رايحين هم فرحانين وهم مبتهجين تقريبا دي كلها اسره زملكاويه موجوده بتيشيرت الزمالك ورافع علم الاهلي. احنا مش اعداء، احنا مش طبعاً في حرب طبعا. يعني الاهلي يعني المفروض لا الاهلي بيكره الزمالك ولا الزمالك بيكره الاهلي، اكيد وليس مطلوبا منك كاهلاوي انك تكره الزمالك، وليس مطلوبا من الزملكاوي ان يكره الاهلي. يا عم حب النادي الاهلي يكسب، حتى في ماتش زيك حبه ان يكسب، ان شاء الله يكسب 6-0، لكن لا ما كنتش في حقد في النهايه. دي رياضه ولا كره في النهايه؟ ما كنتش في كره يا جماعه، دي كره، دي في رياضه، احنا بنتسلى، ده عمليه يعني ترفيهيه يعني. في تنافس بس، في تنافس شريف وتنافس محترم يعني.
يعني ده الكلام اللي هو المفروض ان احنا نشتغل عليه، المفروض ان احنا نركز عليه، المفروض في ماتشات الزمالك اللي هي غير مصريه الاهلاويه يروح يشجعه، وكذا في ماتشات الاهلي اللي هي غير افريقيه زي ما شفنا المشهد ده. وكان زمان في كل ماتشات الاهلي والزمالك روابط المشجعين في الاهلي وفي الزمالك بيروحوا في الماتشات ويشجعوا، ولاعيبه الاهلي بكل نجومهم كانوا بيروحوا يزوروا لعيبه الزمالك في تدريباتهم والعكس صحيح. المفروض الناس كلها تبقى ايد واحده يا جماعه، احنا مش اعداء، الرياضه المفروض تقربنا. الرساله دي المفروض تروح لمين او توجه لمين؟ يعني بنوجهها دلوقتي للجمهور، قبل الجمهور اللعيبه المفروض ان هم قدوه للجمهور. ماشي، اللعيبه دول حاجه كده. طبعا اللعيبه دي انت عندك قوانين وقرارات تقدر انت كاتحاد كوره، ده اتحاد الكوره طبعا هو اللي يقدر يفرض الانضباط داخل الملعب طبعا. زي ما بنشوف في الدورات العالميه واكثر متابعه بالنسبه لنا الدوري الانجليزي، لا يستطيع احد او يجرؤ ان يبص للحكم. ليه؟ مش علشان ان هو مؤدب ولا هو عنده اخلاقيه، عشان في عقوبات قويه عارف انه هيتذبح. فاذا اتحاد الكوره قدر يعمل قوانين وقرارات يعني صارمه لكل من يتطاول وكل من يتجاوز وتكون ملزمه للاعبين والمدربين والاداريين والمسؤولين، اعتقد ان هيقدر يعمل ده. لكن انا عايز الجمهور، هو ده الجمهور اللي احنا عايزين رساله توصل للجمهور. يا جماعه الرياضه مش قتال، مش دم، مش خناقات، مش ازمات، مش ضرب ما بنضرب في بعضينا. يعني احنا بنحب بعض، بنتقرب مع بعض، وبعد ما نطلع بنسلم على بعض. بنشوف الدنيا كلها مدرب يبقى خطران اربعه وخمسه ويروح يسلم على الثاني بمنتهى الشياكه، واللعيبه تسلم على بعضها وتتبادل القمصان. انتوا بتتخانقوا على ايه فوق؟ ما الناس تحت كويسه ومع بعض زي الفل. يعني يمكن عجبتني تويته كان كتبها بس خلي بالك برضو الناس تحت فين؟ كلعيبه؟ اللعيبه لا، في بعض اللاعبين بيعملوا الازمات دي. ما نعم، هو علشان ما عندوش قانون يردعه عشان كده بس. ايوه طبعا. بص يا عم امير، من امن العقوبه، دايما بقولها، من امن العقوبه سهل الادب. اللي مش لاقي عقوبه رادعه خلاص يبقى يعمل اللي هو عايزه يعني. لكن لو لاعب عارف ان رقبته هتتقطع عمره ما يتجاوز لا مع اللعيبه ولا مع الجمهور ولا مع المسلمين ولا مع اي حد. وكذا المدربين يعني. فبقول لك كانت عجبتني تويتر عملها كويسه الفنان محمد دنيد، قال لك 22 مليونير بيلعبوا في الملعب وفي 100 مليون غلبان بيتخانقوا عشان استاذ محمد النادي طبعا يعني دي عبقريه يعني. طب يعني انت بتتخانقوا على ايه؟ يعني ايه اللي حضرتك تتخانق يعني؟ شجع استمتع اهتف اعمل بانرات لفريقك اعمل دخلات لفريقك عيش اجواء، خد ولادك، خد اسرتك، روح استمتع هناك وعيش اجواء جميله كده واستمتع بيها وطلع نفسك من الاجواء ومن ضغط العمل ومن الشحنه. اعتبره يوم سعيد بالنسبه لك ايا كان، حتى لو فريقك خسر اعتبره يوم سعيد بالزبط. مش رايح تشتم ورايح تتخانق ورايح ترمي طوب ورايح تكسر كراسي. في مشهد بقى اكثر بتكسر كراسي ليه طيب يعني؟ تعالوا نروح لمشهد تاني بتاع بايرن ميونخ وهوفنهايم. درس كبير جدا، درس تاريخي. ماتش بايرن ميونخ وهوفنهايم ماتش رسمي كان يوم السبت اللي فات، ماتش رسمي في الدوري الالماني بين الفريقين دول، بايرن ميونخ الفريق الاحمر وهوفنهايم الفريق الازرق. وكان بايرن ميونخ متقدم 6-0. جمهور بايرن ميونخ اطلق هتافات عنصريه ضد هوب اللي هو المستثمر او الراعي لفريق هوفنهايم. بالظبط، حاولوا يسكتوهم ما نفعوش، حاولوا يتفاوضوا معاهم ما نفعوش، راحوا كلهم خارجين بره واتكلموا بعضهم ورجعوا الملعب. كان باقي 13 دقيقه او ربع ساعه في الملعب بيباصوا في الملعب بقى، بيباصوا في الملعب فبيوجهوا رساله بانهم هذه كره القدم الممله اللي انتوا بتخانقوا عليها وبتقولوا عليها الكلام ده. احنا طب استمتعوا بقى، بيرفضوا، احنا مش هنلعب، بيرفضوا اللي حصل بطريقته. ايوه احنا مش هنلعب. لو كره القدم هتخلينا نعمل كده في بعضنا احنا مش عايزينها، احنا مش هنلعب كوره، احنا مش هنمتع. 13 دقيقه قعدوا كده، 13 دقيقه والله العظيم درس للتاريخ طبعا، درس تاريخي. يعني التاريخ الادبيات والاخلاقيات الرياضيه يقعد يتكلم كتير قوي عن اللقطه دي. اعتقد ان الجمهور مش هيجرؤ تاني يعمل كده. مش انت حضرتك جاي تستمتع وجاي تلعب، طب انا هبص الكوره اللي هيلعب، والاجوان طلعوا بيبصوا لبعض وسابوا الاجوان. مش هنجيب اجوان ومش هنلعب ومش هنعمل اي حاجه خالص. بقول لك ان انا بلعب رياضه وبنافس بروح شريفه محترمه، بتشتم ليه؟ ايه اللي خلي فيه عنصريه يعني؟ اللون ده بتاع ربنا، الدم بتاع ربنا، العرق بتاع ربنا، الدين، كل واحد ليه احترامه وليه قيمته. ما ينفعش يبقى فيه عنصريه في الملاعب، ما ينفعش يبقى فيه شتايم، ما ينفعش يبقى فيه خروج عن النص، ما ينفعش يبقى فيه نوع من التمييز بين الناس. ما ينفعش ان انا اول ما اللاعب ما ينزل ايا كان اقعد اوجه له شتايم وسيل من الشتايم. يا جماعه ده مرفوض، سواء من جمهور الاهلي او من جمهور الزمالك او الاتحاد او الاسماعيلي، اي احنا بنتكلم عن اخلاقيات وادبيات في كره القدم وفي الرياضه يجب ان نحترمها ونلتزمها علشان نكون دوله محترمه في هذا الاتجاه ويكون لنا شأن ونقدر نرجع للمدرجات. مش كل ما تيجي الجمهور يرجع للمدرجات يطلع الكلام ده يبوظ لنا الدنيا ويفسد الدنيا. يعني ادي مثلا نادي الزمالك كان بيلعب قدام مثلا 30,000، رايح يلعب في الترجي قدام 55,000.
النادي الاهلي كان بيلعب برضه قدام 3000، الحمد لله ساعه الملعب هناك 25000 بس الملعب هيبقى كومبليت طبعا، يعني حتى لو 15000 والملعب مليان انت حاسس الدنيا كلها بتحوطك من كل اتجاهات. انا كنت عايز استاد القاهره ده في الماتشين دول يبقى فيه ال 100000 موجودين او ال 27000 اللي هو الساعه الرسميه، ونزنق فيه كمان زي ما كان بيحصل زمان وناس تتعلق، والادب والاحترام ده اللي موجود. ده القيمه اللي احنا شفناها من ثلاث لقطات بيعبروا عن قيمة الرياضة وأهمية الرياضة ودور الرياضة في تهذيب النفوس والسلوكيات. فالرياضة وسيلة للتقارب والتنافس الشريف وليس للتنافر والخناق والمعارك والدم والشتائم بهذا الاتجاه. طيب بالعودة للنادي الأهلي ومباراة السبت، والكل مركز على المباراة دي يا أستاذ أوسي، بالتالي أنا عايز أتكلم معاك بالتحديد عن الغيابات عن النادي الاهلي. الاهلي معاه 20 لاعب هناك كلهم ما شاء الله جاهزين، علي معلول عاد من الاصابه بيتمرن بشكل طبيعي، اجاي كذلك، احمد فتحي كذلك، 20 لاعب كلهم جاهزين، لكن في المقابل بيغيب عنك بعض اللاعبين، يعني ابرزهم مثلا رمضان صبحي وكهربا. هل الغيابات دي ممكن تكون مؤثره مستر فيلر؟ طبعا انت بتكلم في لاعبين مهمين جدا، لو وجودهم كان هيبقى اضافه كبيره جدا للفريق، اضافه كبيره جدا للفريق بالتاكيد يعني. لكن طبعا مؤكد ان اللعيبه اللي هناك ان شاء الله هتقدر تقوم بالمسؤوليه، وعنده اتجاهات وعنده ترتيبات وعنده اوراقه البديله، لان زي ما قلنا ان مستر فايرر عمليه التدوير اللي بيعملها طول الوقت بتخلي عنده قدره، يعني ما يحسش بنقص كبير جدا لو غاب اي لاعب يعني. في لعيبه ليها قدرات خاصه وليها مواهب، لكن في النهايه تقدر تعوض اللاعب ده حتى لو نسبه 70 او 60 او 80% باي شكل من الاشكال يعني. الحمد لله ان علي معلول اللي هو كان نجم المباراه وراجل المباراه السابقه تماثل تماما وتعافى تماما من الاجهاد في العضله اللي كان بيعاني منها، اجايي برده يعني راجل مباراه تاني مكرر برده كان مميز طبعاً جدا طبعاً. وكان ليه دور كبير جدا، الراجل اللي عامل لك الجونين تقريبا يعني. موجود طبعا وجاهز فتحي. احمد فتحي جاهز، رجل المهام الصعبه يعني، بتشوف عنده روح عاليه، حماس عاليه، قتال شديد جدا، كل دول جاهزين. بس يعني ده كلام مهم جدا، مش عايزين نتكلم في التفاصيل الفنيه لان شفنا مشهد لخالد علي اللي هو المتعدد تقريبا باسم سان داونز او الموجود في النادي بيقول لك انا باخد معلومات من قناه الاهلي يعني، لكن دي مش معلومات احنا بنقدمها بقدر ما هي ان احنا بنتكلم على المعلومات دي. انا عايز فين المعلومات؟ هو جاهزيه مساء علي معلول بيقول لك انا باخد كل معلوماتي وكذا، خلاص مش هنقول لك يا عم خالد لا تشكيل ولا هقول لك ما تستناش على التشكيل النهارده. طب خلينا نقول له حاجه ثانيه. لا هسالك عادي، ما تستناش على التشكيل خلاص، مش هقول له اي حاجه. مفاجات كتير على فكره، في مفاجات كتير في المباراه من مستر فايلر، هتتعامل معاه ازاي هنشوف. بص يعني كل شغل اللي بيعمله مستر فايلر ما حدش يعرف عنه اي حاجه يعني، وخصوصا يعني حتى التدريبات هناك في جنوب افريقيا على مدار الخمس ايام تدريبات شبه مغلقه يعني. ده حتى التدريبات اللي موجوده في الجزيره دلوقتي لما مستر فايلر لقى ناس كلها بتتمرن، مش عايز يمنع اعضاء الاهلي ان يتفرجوا، بس هو مش مطمن ان اي حد ممكن يكون موجود فيلقط اي نوع من التكتيك اللي بيشتغل يا سيدي. ده مهم جدا على فكره يعني، ده مهم جدا. والاهلي عنده ملعب بعيد او كان ممكن يروح يتمرن فيه عشان يقدر يعمل اللي هو عايزه ويفاجئ بيه الناس، زي ما راح استخبى في اول ما جه حتى المباراه الاولى ما شفناهاش، وجه عمل مفاجاه في ماتش السوبر لو تفتكر يعني. محدش كان الراجل ده بيفكر ازاي، الراجل ده بيلعب ازاي، احنا متعودين مستر فايلر على المفاجات في الحقيقه. الراجل يعني ما عندوش نمط ثابت، ما عندوش تكتيك ثابت بيلعب عليه، لكن في كل مره بيديك فكره معينه، لون مختلف، بيعمل لك تبديلات في اللعيبه، تبديلات في التحركات، تبديلات في الاداء على مستوى الخطط في الملعب يعني. فدايما بيفاجئ المنافسين يعني بدرجه كبيره جدا، واعتقد ان هتكون ليه مفاجاه كبيره جدا في مباراه بريطانيا. طيب دي رساله يعني ليهم؟ استفيد بيها ان شاء الله في مفاجاه. اليو بادجي رايك في ايه في الحبه او نص ساعه اللي لعبهم مع الاهلي في المباراه اللي فاتت؟ بس ما تسالنيش هيلعب ولا مش هيلعب، مش هسالك، لا خلاص مش هسالك. لكن اقدر اقول لك اليو بادجي يعني خامه مبشره، لاعب مهاجم فايتر، بيعرف ياخد اماكن كويسه، بيتحرك بشكل كويس جدا، يقدر يرمي نفسه في مناطق مؤثره ومناطق مهمه جدا. شفناه بعد ما يقرب من 70 ثانيه من نزوله بالظبط، 70 ثانيه انا بقول بدقه وقته ده، زي الكلمه لو جبت الشده هتلاقيه 70 80 ثانيه. لما نزل الملعب اول تحرك ليه كان قاب قوس ان هو كان هيجيب الجون، واتعرض لعرقله، جاب ضربه جزاء للنادي الاهلي قدر ياخد منها الهدف الثاني. وده المهاجم اللي انت محتاجه، المهاجم القوي، المهاجم المميز، المهاجم اللي المفروض انا اتمنى بقى يعني اتمنى ان مستر الفاينل يستفيد منه بشكل اكبر ان شاء الله. واعتقد ان يعني ربما يكون له دور كبير جدا في المباراه المقبله، ربما
ربما برابس. الله اعلم. كلها قرارات مستر فيلر. احنا قاعدين بنتوقع على فكره يعني بالزبط. بنتخيل يعني لكن احنا لسه في جنوب افريقيا ولا بنتواصل مع مستر فيلر ولا اي حاجه لكن انا بتمنى ان اعظم لعيبه في المباراه اتمنى ان رمضان صبحي يكون في المباراه بكره ويقدم شكل ان شاء الله يكون في بكره في المباراه. اخيرا رسالتك للاعبين لاعبي النادي الاهلي في المباراه دي سريعا يا استاذ. لا رسالتي دي مباراه لعيبه دي مباراه رجاله دي مباراه 11 مقاتل هيكونوا موجودين في ارض الملعب دي مباراه ناس هتلعب من اجل الفانيلا الحمراء من اجل جمهور النادي الاهلي من اجل البطوله الغايبه عن النادي الاهلي منذ 7 سنوات بالظبط من 2013 لم تدخل دولاب الاهلي هذه البطوله كتير قوي علينا هذا الكلام كتير قوي على جمهور الاهلي جمهور الاهلي بينتظر منكم هذه البطوله انا شايف ان الاهلي انتوا تقدروا تعملوها يعني نعم تستطيعون ان تحققوا هذه البطوله شايف انكم تقاتلوا تؤدوا المباراه بالنسبه لك من صفاره البدايه لصفاره النهايه طبعا ده متعودين ممنوع عليك. السرحان في اي لحظه في اي لحظه لا قدر الله وجا فيك هدف قاتل العب واسعى انك تتعادل مجرد ان الاهلي يسجل هدف ان شاء الله قتل المباراه ونهايه المباراه باذن الله سواء هم سجلوا انا متاكد ان الاهلي ان شاء الله سيعود إن شاء الله. يعني بنتيجه ايجابيه ان شاء الله من هذه المباراه باذن الله ويوم السبت يبقى يوم مبهج باذن الله كعادتنا ان كل يوم سبت بيبقى يوم مبهج باذن الله انا بشكرك يا استاذ اوسي نورتنا وشرفتنا كالعاده ربنا يخليك يا امير وخلص تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه الاهلي كان ضيفنا العزيز في حلقه اليوم الاستاذ الكبير استاذ محمد الاوسي الناقد الرياضي الكبير واتكلمنا في كل الملفات تتعلق بالرياضه المصريه وبالتحديد فيما يتعلق بالنادي الاهلي قبل مباراه يوم السبت ان شاء الله يوم السبت كلنا هنتابع المباراه وندعي بفوز النادي الاهلي احنا ما عندناش حلقه يوم السبت نلتقي يوم الاحد ان شاء الله عشان نبارك لبعض بتاهل النادي الاهلي دور نصف نهائي من بطوله دوري ابطال افريقيا الى اللقاء